وحول ظاهرة الحرائق في مناطق بعينها في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاوش. أهلا ومرحبا بك. حياك الله ومرحبا. حرائق كبيرة تشهدها بهرز ومناطق أخرى في محافظة ديالى، كيف تنظرون لهذه الحرائق ولماذا تستهدف قوت الناس وبساتينهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام. حياكم. يعني بكل تأكيد منذ نشوء هذه العملية السياسية وتسلط الأحزاب الطائفية وميليشياتها على الملفات العراقية السياسية والأمنية والاقتصادية، فكل ما يجري من جرائم تحصل في العراق من اغتيالات وخطف وتجارة مخدرات وسرقة الأموال والتجير القسري وآخرها مسلسل الحرائق الذي لا ينتهي. كل هذه الجرائم وراها الأحزاب الطائفية وميليشياتها، وخاصة في وقت ازدياد الصراعات، الصراع على السلطة وعلى المغانم في العراق. نعم، هل أنت معي شيخ فائز؟ نعم. نعم. هذه الحرائق يعني تتكرر في كل عام وتستهدف مناطق بعينها، هل من تفسير لاستهداف مناطق بعينها بالحرق مثلا؟ بكل تأكيد، لأنه هناك مرحلتين للحرق. قسم من الحرائق التي تجري في العراق في بعض الدوائر أو في بعض المنشآت أو في بعض المؤسسات هو لإخفاء بعض الجرائم من سرقات وتزوير وخطف في وقت صراع الأحزاب على السلطة والمغانم. والجانب الآخر، توجد هناك حرائق بقضايا استهداف طائفي وهو لإضعاف مكون بعينه ولتهجير أهالي هذه المناطق إلى مناطق أخرى وقيام بتغيير ديمقراطي. فكل هذه الجرائم تتحملها الحكومة، ولو أن الحكومة كل الحكومات التي أسست في العراق هي من نفس الأحزاب، وبالتالي ليس بإهمال من قبل الحكومة لكن باتفاق مع الحكومات وبتوافع من هذه الحكومات، لأنها من نفس الأحزاب التي شكلت في العراق. واسعة من الأراضي الزراعية، ما أثر ذلك على أصحاب هذه الأراضي اقتصاديا؟ وأيضا هل تتفق مع من يرى أن هذه الطريقة أو طرق الحرق وسيلة لتهجير الناس من أراضيهم؟ بكل تأكيد، عندما ينحرموا من مزارعهم ومن أموالهم التي يعيشون منها وبالتالي ويبقون معذبين طيلة سنوات، بكل تأكيد هذه الغاية وراءها هو التهجير القسري او التهجير الغير يعني متعمد ولكن الغير معلن بسبب المجاعه وبسبب اضعافهم اقتصاديا وبسبب ترهيبهم وتخويفهم، وبالتالي يتم ترحيلهم بتحيل قسري ممنهج من قبل هذه الحكومه ومن قبل الحكومات التي سبقتها لاستبدالهم بجهات اخرى او بسكان اخر يتلائم مع نظره المشروع الايراني ومع ما جاء به خميني عام 1979. الا ترى ان نظريه عدم تحديد حكومه للجهه او الافراد التي تقوم بهذه الحرائق تؤكد ان هناك من يقف وراء هذه الحرائق وان الحكومه تقوم بحمايته؟ بكل تاكيد، هي من يقف وراء هذه الحرائق هي الميليشيات المتمثله بالاحزاب الطائفيه، وبالتالي اي حكومه تاتي قبل حكومه الكاظمي، الحكومات التي سبقت الكاظمي هي مشكله من قبل الاحزاب، نفس الاحزاب التي تملك هذه الميليشيات، وبالتالي لا تجزي نفعا او لا تعمل على كشف المتسببين او المتورطين بهذه الحرائق او بقيه الجرائم. اما حكومه الكاظمي باعتبارها حكومه ضعيفه ولا تمتلك القرار لانها لم تشكل من قبل الاحزاب، ولو هناك ارضاء من قبل الاحزاب ولكن لا تعتبر حكومه نفس حكومات التي سبقتها، وبالتالي تخشى من سلطة الميليشيات. وأنتم سمعتم قبل فترة عندما ضرب بيت الكاظمي بطيارة مسيرة في منطقة الحضرة، وهذا يؤكد بأن من لا يحمي بيته ليس بإمكانه حماية شعب أو حماية مكون أو حماية منطقة.
نعم، المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.